الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة. مشاهدين الأحبة، أهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من عمان مع بداية أسبوع جديد. نتمنى بإذن الله يكون حافل بالعمل والجد والعطاء لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء. حياكم معنا مشاهدينا مع مشوار جديد ومجموعة من المحطات والموضوعات اللي حضرناها لكم في حلقة اليوم. كل أمنياتنا مشاهدينا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل وممتع. بعد الفاصل مشاهدينا أولى المحطات. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم وإن شاء الله تكون محطاتنا محط اهتمامكم ومتابعتكم وطيب رضاكم. أولى محطاتنا مشاهدينا راح نتكلم عن قرار أصدره معالي الشيخ وزير الأسكان في الأسبوع الماضي. قضى هذا القرار بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى، وأن تتحصل هذه الرسوم فقط من وزارة الأسكان بعد أن كانت تتحصل عن طريق وزارة الزراعة والثروة السمكية إضافة إلى وزارة الإسكان. إضافة إلى ذلك مجموعة من التفاصيل نص عليها هذا القرار اللي صدر الأسبوع الماضي، أما تفاصيله راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال وجود سعادة عبد الله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان. مساك الله بالخير سعادة. مساك الله بنور. سعيدين جدا بوجودك. مساك الله خير وأنا سعد. سعادتك في البداية حابين نتكلم عن تفاصيل هذا القرار بشكل عام. على ماذا نص هذا القرار في مجمل المواد الموجودة فيه حتى نوضح للمشاهد أكثر التفاصيل. والقرار الوزاري رقم 104 على 2013 صدر في 19 من سبتمبر 2013. والقرار يتألف من كذا مادة، أهمها المادة الأولى وهي تحديد فئة الرسوم لتغيير الاستعمال للأراضي الزراعية إلى 500 بيسة، سواء كان هذا الاستخدام 500 بيسة للمتر المتر المربع. نعم. سواء كان الاستخدام سكني أو سكني تجاري أو تجاري أو صناعي. وأيضا في كافة محافظات السلطنة، يعني نفس الفئة الرسوم 500 بيسة في كل محافظات السلطنة. هذه بالنسبة للمادة الأولى. والمادة الثانية طبعا نص القرار فيها على تحديد رسوم لإقامة وحدة سكنية. إذا كانت الوحدة السكنية يعني تعتبر ثانية، سواء كان إقامة منزل أو فصل منزل، فيؤخذ على المتر المربع 100 بيسة. أما إذا كانت الأولى سواء كان فصلت أو في نفس المزرعة فإنه تكون مجانية بدون مقابل يعني. هذا بالنسبة لي. أما بالنسبة لي اللي هي الوحدات السكنية الزراعية اللي تغام لأول مرة أو إغامة منشاة تخدم المزرعة ذاتها، ففي هذه الحالة أيضا لا تحصل رسوم على هذا الإجراء. طيب سعادتك، النظام كان السابق أن وزارة الزراعة والثروة السمكية هي التي يعني تأخذ رسوم وأيضا وزارة الأسكان تأخذ رسوم. الآن فقط من خلال هذا القرار وزارة الأسكان فقط هي التي تأخذ رسوم. كانت وزارة الأسكان فيما مضى قبل 2010 هي التي تأخذ رسوم من طالب الخدمة أو طالب التغيير. بعد ذلك صدرت وزارة الزراعة في عام 2010
القرار الوزاري رقم 41/2010 بتقاضي رسوم عن تغيير الأراضي الزراعية وهو مبلغ 500 بيسة. بينما ظلت أيضا وزارة الأسكان تأخذ فئة من الرسوم حسب الاستخدام، يعني تأخذ مثلا في الاستخدام السكني مثلا كما هو واضح في القرار السابق، تأخذ في الاستخدام السكني كانت 250 بيسة بالنسبة لمسقط وصلالة إذا كان ملك، وإذا كان صناعي أو تجاري تأخذ الوزارة 750 بيسة بالإضافة إلى المبلغ اللي يؤخذ فيما بعد في يعني في وزارة الزراعة. نعم. بعد ذلك طبعا الولايات بالنسبة لمسقط الولايات كان يؤخذ على الاستخدام أو تغيير الاستخدام 125 بيسة بالنسبة للسكني و225 بيسة و250 بيسة للتجاري والصناعي. نعم. الآن طبعا رسوم وزارة الأسكان فقط، رسوم وزارة الزراعة مختلفة. نعم نعم. بعد ذلك طبعا قال القرار الوزاري سنة 2013 2010 القرار 41 فرض رسوم 500 بيسة بالإضافة للرسوم التي يعني تتقاضاها الوزارة وزارة الأسكان. نعم. فأصبحت هناك زواجية في الرسوم. طبعا الآن جاء القرار هذا وحد الرسوم، لأن الخدمة هي خدمة واحدة تقدمها الدولة، ويعني من المناسب أن تكون هنالك فئة واحدة من الرسوم يتم تقاضيها وإن اختلفت الجهات الحكومية. نعم. وبهذه المناسبة صدر هذا القرار طبعا بناء على التماسات من المواطنين، والحكومة قدرت يعني مطالبهم ورد فيها منطقية، وأصدر عليه طبعا القرار الوزاري الحالي بعد التنسيق مع عدة جهات حكومية ومنها وزارة الزراعة ومنها وزارة المالية، وحتى صدر هذا القرار بصورته الحالية يعني. نعم. طيب سعادتك، كيف راح يسهم هذا القرار في أن يكون عامل مسهل للمواطنين في أنهم يستبشروا خيرا من خلال هذا القرار، وأن يسهل عليهم عملية تحويل أراضيهم الزراعية لاستخدامات أخرى وإنشاء وحدات سكنية جديدة في أراضيهم؟ نعم. هو طبعا القرار خاص بالرسوم فقط. نعم. مما يعني أن هذا القرار ينطبق على المعاملات التي أنجزت ودفعت رسومها في وزارة الزراعة، فالمواطنين كانوا متحفظين على أنه دفعوا في الزراعة ويجوا يعني يدفعوا في الأسكان. نعم. لما وصل إلى علمهم أن هنالك قرار أو مشروع قرار تأنوا في يعني قام معاملتهم في وزارة الزراعة، وبالتالي يعني بعد صدور القرار الآن هذا بإمكانهم يدفعوا فقط 500 بيسة. اللي دفع في الزراعة عاد ما يدفع في الأسكان، واللي ما دفع في الزراعة يدفع في الأسكان 500 بيسة فقط، ولكن هذه المعاملات طبعا المنتهية. أما الآن فيما يتعلق بالأمور التخطيطية الأخرى فطبعا هذه الآن موقوفة، وفيه تنسيق ما بين الوزارة وبين الأمانة العامة لمجلس التخطيط لعلية التخطيط. إذن القرار يخدم في الفترة الأولى وفي المقام الأول هم فقط الأشخاص الذين أنهوا معاملاتهم بانتظار الدفع. بالضبط. نعم. طيب كيف راح يسهم أصلا هذا القرار في المستقبل في حال يعني فتح مجال تحويل استخدامات هذه الأراضي إلى عملية تنظيم أكثر لهذه الأراضي الزراعية لاستخدامات أخرى؟ طبعا القرار بيكون نافذ كما هو. نعم. بصيغته الحالية، بحيث أنه يعني يطبق في كل محافظات السلطنة، أولا شيء بنفس القيمة. نعم. 500 بيسة. ثانيا مثل ما قلنا بتكون الجهة المسؤولة فقط وزارة الأسكان، معنى ذلك أنها بتوفر على المواطن جهد ووقت، بدل ما يراجع جهتين حكوميتين بيراجع جهة حكومية واحدة. نعم. الشيء الآخر مثل ما قلنا ليس هنالك تفرقة بين تغيير الاستخدام إلى السكني أو إلى الصناعي أو إلى التجاري، كلها نفس الفئة 500 بيسة، بينما كان في السابق الفئة كل ما تغير الاستخدام زادت القيمة الفئوية يعني للرسوم. طيب سعادتك، هل في مجال أن نتحدث أيضا عن موضوع الضوابط الخاصة بهذه التحويلات فيما مضى على الأقل؟ كيف كانت هي عملية ضوابط تحويل هذه الأراضي الزراعية لاستخدامات أخرى؟ نحن نعرف أن الأراضي الزراعية يعني عندما ننشئ فيها وحدة سكنية ونحول استخدامها نحن بالتالي أيضا نهدم ما يتعلق بالبساط الأخضر والبساط. نعم. الزراعي في الوقت الذي نحتاجه فعلا في السلطة. نعم. له طبعا عملية تغيير الاستخدامات تتم في أضيق الحدود. نعم. طبعا الدولة حريصة بكل وحداتها الحكومية سواء الزراعة أو وزارة البلديات الإقليمي وموارد المياه أو الأسكان. نعم. كلها حريصة على أن تبقى القطعة الزراعية كما هي، بل أن تتوسع، ولكن هناك أحيانا ضرورة تحصل فيما يتعلق يعني عدم صلاحة التربة للزراعة. نعم. أو عدم وجود مياه أو ملوحة المياه، أو هناك ضرورة لشخص ما يعني عنده مزرعة يريد يفصل منها 900 متر
لأحد أبنائه يعني للسكن وغيره. فهذه الظروف اللي تراعيها الوزارة أو الوزارات المختلفة، وكانت طبعا تتم بموجب هذه الاستمارة الزراعية. هذه الاستمارة الزراعية يعني كل جهة حكومية لها خانة في هذه الاستمارة تعبى وتختم من قبل الجهة الحكومية، وبعد ذلك طبعا ترفع لجهات الاختصاص وزارة الأسكان إما سعادة الوكيل أو معالي الشيخ الوزير لاعتمادها نهائيا. نعم. طيب يعني كيف راح يسهم أيضا هذا القرار في أن نشهد يعني بناء اقتصادي جديد مثلا للأشخاص الذين يحولون يعني أراضيهم الزراعية إلى أراضي أخرى؟ أقصد كيف راح تتابع وزارة الإسكان هذه الأراضي التي حولت ما فقط لأجل تحويل سعادتك وأيضا تستثمر أو تؤجر؟ يعني هناك نهضة نحتاجها فعلا. نعم. في المجال التجاري، المجال الصناعي. وطبعا هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار عند النظر في طلب هذا الطلب. ممتاز. إذا كانت مثل ما تقول مزرعة هذا الشخص تقع على شارع مزدوج رئيسي مثلا، البريمي صحار الآن. نعم. في بعض المزارع فيما بعد حولت إلى استخدام سكني أو سكني تجاري جزء منها، فهناك أحيانا الضروره تفرض على الدولة إنها تنظر في تغيير هذه المزرعة وهذه المزارع وهذه المواقع. نعم. أحيانا يكون حتى الاستخدام سكني ويحول إلى تجاري نتيجة للمتغيرات على الأرض كمرور شارع رئيسي وغيره وكان ندرة المياه ويعني عدم صلاحية التربة، هذه كلها تنظر قبل ما تعطى الموافقة النهائية، وبالتالي ما من شك أنها بالتبعية تساهم في نماء يعني الاقتصاد يعني بكل تداعياته من الناحية الصناعية والتجارية والسكنية والعمرانية والنهضوية. نعم. طيب ساعتك كيف نضمن من خلال هذا القرار أيضا أن لا نؤثر على 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 الاستقرار الخاص بالآخرين؟ هناك مجموعة من المزارع في صف مثلا من البيوت يعني يسكنها الآخرون، فعند تحويل هذه المزارع إلى منشآت تجارية أو منشآت صناعية ربما قد ينزعج جيران هذه المنشآت، فكيف تضمنون أيضا يعني عدم ممانعة هؤلاء الجيران من هذه المنشآت؟ لا، هذه الأمور دائما تراعى عند النظر في الطلب ابتداء، يعني إذا رؤي أنها تأثر على أحد من الجيران أو كذا يعني ترفض، او انه اذا كان هنالك امكانيه ايضا الجيران الاخرين يعطوا اسوه لهذا نتيجه لتساوي يعني اهميه الموقع. وما من شك انه الشخص اللي مثلا لديه ارض بور هي اسمها زراعيه ولكن بور غير مزروعه بتحول الى تجاري بترتفع قيمتها مثلا من 50,000 قد يكون الى 200,000. نعم. والحال هذه ما يمكن يرفض حتى لو هو ما طلب. نعم. فبالطريقه هذه يعني تعالج الامور يعني شيء بشيء، يعني كل حاله اعتباراتها يعني لحالها، وما مشك انه الوزاره والوزارات المعنيه كلها تراعي هذه يعني رضا الناس وعدم انزعاجهم من يعني تغيير الاستخدامات بالنسبه للجره. نعم. طيب سعادتك في 2011 يعني الاوامر الساميه قضت بانشاء دوائر لخدمات المراجعين في مختلف الجهات الخدميه. نعم. كيف راح نضمن من خلال هذا القرار تسهيل ايضا عمليه تواصل الناس يعني من محافظه ظفار، من محافظه مسنده، من مختلف محافظات السلطنه ان يتاكدوا من تطبيق هذا القرار حتى في محافظاتهم بدون الرجوع الى المركزيه في وزاره الاسكان؟ نعم نعم. طبعا هذا القرار يسري على كل محافظات السلطنه. نعم. يعني العقار الموجود في صلاله عند الموافقه على تغيير استعماله يتم الإجراء في صلالة في المديرية، لأن كل مديرية عامة حاليا عندها صلاحية يعني صلاحية مطلقة بما فيها منذ المنح الأرض إلى أن تصدر الملكية، سمعت كيف؟ أو تغيير استعمال أو تجزية وغيره، هذه كلها طبعا صلاحيات موجودة، وما يمكن لي يعني أرض موجودة في نزوة يأتي الشخص لينهي إجراءاته من مسقط، لأنه المدير العام عبارة عن وزارة أسكان مسقرة في تلك المحافظة. وهذا القرار طبعا ينطبق على محافظة مسقط وكل المحافظات الأخرى في السلطنة. لا. طيب سعادتك قد تسأل الآن سائل، لماذا حددت هذه الرسوم بهذا السعر؟ لا. هل هناك دراسة معينة وجريت مثلا حاجة معينة لتحديد سعر 500 بيسة وسعر 100 بيسة أيضا؟ ما من شك أنه هذه الفئة اتخذ القرار بشأنها بعد يعني الموازنة. لا. لو جيت تحسب أن وزارة الزراعة كانت تأخذ 500 طيب مثلا في الاستخدام، في أي استخدام من استخدام زراعي إلى استخدام آخر، وزارة الأسكان كانت تأخذ 900 بيسة بالنسبة إذا كان استخدام إلى تجاري، فتجمع 500 و900 صيروا ريال 400. نعم. فالآن تقلص المبلغ إلى 500، فكأن المواطن استفاد 900 بيسة في كل متر مربع، وهل مجرى يعني. نعم. ويعني الدولة تحملت يمكن الجانب الأكبر من التضحية. نعم. باعتبار أن الدولة يعني طرف يعني
أقوى من المواطن. نعم. طيب الآن قد تسأل أيضا مجموعة من الأشخاص المشاهدين في موضوع القادم فيما يتعلق بتحويل هذه الاستعمالات من زراعية إلى استعمالات أخرى. نعم. هل في رؤية واضحة متى راح يفتح المجال مجددا؟ ضوابط جديدة راح تضاف مثلا إلى موضوع هذا التحويل؟ والله هذا حسب علمي أنا أنه هذا الموضوع من اختصاص المجلس على التخطيط. نعم. الأمانة العامة، وفيما يتعلق بالأمور التخطيطية عامة، ولكن بالأمور يعني الحاجات الفردية هنالك لجنة مشكلة بين وزارة الأسكان والأمان العامة للمجلس على التخطيط، تنظر فيها كل حالة على حدة على أساس أنه سرعة البت فيها. أما الأشياء العامة أو إعادة التخطيط وغيره على مستوى السلطنة، هذه طبعا يضع المجلس للتخطيط فيها ضوابط وتولق لوزارة الأسكان بإشراك مديريات مديريات التخطيط الموجودة في الأسكان. ما في شك كل المديريات يكون لها رأي في عملية إعادة التخطيط. نعم. طيب سعادتك، هذا القرار صدر في 19 من سبتمبر. نعم. الماضي. نعم. كيف راح يتم التسريع في تعجيل موضوعه، وبالتالي يستبشر المواطنون خيرا بهذا القرار بدون أن يحتاجوا إلى الانتظار أحيانا إلى فترات وإلى شهور؟ لا طبعا القرار ساري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. طبعا هو نشر في آخر عدد في سبتمبر 2013 أظن 29/9. نعم. وبالتالي من يوم 30/9 واجب النفاذ، فكل إنسان عنده معاملة وزارة الزراعة منتهية ودافع عنها 500 بيزة يأتي للسجل العقاري إذا كانت مثلا معاملته في فستيب لتغيير يعني أخذ ملكية بالاستخدام الجديد. نعم. وإذا كانت أيضا في البريمي نفس الشيء، يروح المديرية العامة للأسكان في البريمي أو كان في صلالة أو كان في مسندم، طالما أنه دفع ويعني عملية يعني التغيير موافق عليها من الجهات المعنية. نعم. إذن للتأكيد فقط هذا القرار يسري للأشخاص الذين أنهوا إجراءاتهم بانتظار فقط الدفع، أما الإجراءات المتعينة بالتحويلات الجديدة ينتظر يعني. نعم. في شأنها في القرار. نعم. هل وصل قرار إلى المعنيين في مختلف الإدارات مختلف المديريات في المحافظات حتى يعني يكونوا على دراية في حال وجود استفسار في حال وجود سؤال من المواطنين؟ وطبعا القرار وزع في نفس اليوم عن طريق الفاكس للمديريات المختلفة. نعم. وبعد ذلك طبعا نشر في الجريدة الرسمية على أساس أنه العمل يبدأ فيه من اليوم التالي للنشر، وبالتالي كل المديريات على علم تام سواء عن طريق الوصول نسخة إليها وعن طريق الجريدة الرسمية التي توزع على كل المديريات. نعم. سعادتك، نعم. هل في 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 وزارة الإسكان دائرة مختصة مثلا في موضوع الإجابة على استفسارات المواطنين تساؤلاتهم؟ أحيانا الواحد قد يعني لا يريد أن يتعنى المسافة إلى التواصل بالإسكان مباشرة وإنما إجراء مكالمة هاتفية، هل هناك. نعم. قسم مختص مثلا في هذا الشأن؟ والله كل طبعا كل مديرية مختصة بشيء. نعم. يعني إذا كان شخص مثلا آلى إليه عقار معين بالإرث. نعم. ممكن يتصل في السجل العقاري. نعم. يعني يستفسر عن كيفية استخراج ملكية باسم الورثة مثلا. نعم. إذا كان واحد أيضا يستفسر عن منح أرض ممكن يتصل بالمديرية العامة للأراضي. نعم. عشان يعرف سن المنح كم هو، للعزب كم وللمزوج كم. إذا كان واحد أيضا له موضوع تغيير استعمال مثلا يتصل بالتخطيط، هل بإمكانية في تغيير استخدام أرضه من سكني إلى 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 تجاري، ويرشدوه عن الطريقة يعني الواجب اتخاذها من قبله. هذه يعني كل مديرية فيها يعني إضافة إلى وجود المحطة الواحدة الآن الواحد موجودة في وزارة الإسكان. المحطة الواحدة نعم، فيها كل المكاتب، فيها مكتب الوزير موظفين ومكتب الوكيل أيضا للموظفين والسجل العقاري للموظفين، المديرية العامة للأراضي لها موظفين، اللي هي لا لا اللي هي أيضا المديرية العامة للمشروعات. نعم. المديرية العامة للمشروعات. إحنا بالنسبة لنا في السجل العقاري طبعا دوامنا يعني من الثامنة إلى السادسة مساء، دوام كامل بدون توقف، لأنه تعرف عندنا عملية تصرفات بيع وشراء وغيره. نعم. فنعطي المواطنين فرصة إنهم يأتوا في الوقت اللي يريحهم. أي نعم. طيب سعادتك، نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونتمنى فعلا أن هذا القرار يسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني في السلطنة وأيضا مزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين، وأيضا نشكرك على وجودك معنا اليوم في البرنامج. شكرا لك سعادة عبد الله بن سالم المخيني، أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان. شكرا لك سعادة. وأنا أشكرك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. جزاك الله خير. متواصلين إذن معكم مشاهدينا وبقية التفاصيل والمحطات في برنامجكم من عمان. فاصل قصير وراجعي لكم مع موضوع تمكين المرأة العمانية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وموضوعات أخرى متعلقة أيضا بتمكين المرأة العمانية بعد الفاصل.
على مدى سنوات أربع نظم القصر الخليجي برنامج تمكين، والذي تتمحور فكرته ورسالته حول سبل تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة المهنية والمجتمعية وكيفية تغلبها على صعوبات العمل والارتقاء بدورها كقائدة في التنمية المجتمعية، حيث أتت نتائج هذا البرنامج مبشرة ونال ثقة العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. برنامج تمكين الخامس هذا العام خطوة أخرى على نفس الدرب، حيث يرفع شعارا أساسيا وهو معا نحو القيادة والريادة والصحة. وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف لابد من توافر الآليات التي تتضمن بناء الوعي وإتاحة المعرفة وتعزيز القدرات وتغيير الاتجاهات، وتوافر تلك الآليات فقط هو الذي يسمح بتمكين حقيقي ومؤثر للمرأة. ينظم القصر الخليجي برنامج ملتقى تمكين الخامس لمدة 5 أيام في فندق حياة ريجنسي بمناسبة يوم المرأة العمانية. رح نتطرق هذا العام بعدة محاور، منها المحور التمكين الصحي التي تقدمها الدكتورة ناهدة الزهير من المملكة العربية السعودية. يأتي برنامج تمكين الخامس هذا العام بثوب جديد وأنشطة أوسع، حيث تم زيادة مدة البرنامج إلى 5 أيام تدريبية مكثفة يقام خلالها 5 ورش عمل بقيادة نخبة من المدربين الدوليين والمحليين المعتمدين في هذا المجال، والذين تم اختيارهم بدقة ومن خلال دراسة وافية لمؤهلاتهم وخبراتهم وإنجازاتهم في هذا المجال. طبعا برنامج تمكين الخامس جاء تزامنا مع اليوم 17 من أكتوبر هو يوم المرأة العمانية. أنا أقول إنه هذا اليوم المفروض إنه هو يكون اليوم اللي فعلا كل النساء العمانيات يعيد ترتيب حياتهم، تخطيط حياتهم، ليبدأوا من جديد في مسيرة النهضة المباركة. لما يمثله هذا البرنامج من أهمية خاصة بالنسبة لهن، وبما يعود من فائدة على المجتمع من خلال تمكينهن وجعلهن عضوا فعالا ومشاركا في بناء المجتمع وتقدمه. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم مع مختلف الموضوعات. تابعنا قبل قليل التقرير الخاص ببرنامج تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات الاقتصادية الصحية الاجتماعية، تزامنا أيضا مشاهدينا مع اقتراب يوم المرأة العمانية في 17 من أكتوبر الجاري. أما تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر وعن هذا الموضوع حول تمكين المرأة في الجوانب الصحية والجوانب الاقتصادية من خلال وجود الدكتورة ناهدة الزهير المديرة العامة لمركز معارف الصحة للاستشارات الصحية والتدريب بالمملكة العربية السعودية. مساك الله بالخير دكتورة. حياكم الله. سعيدين جدا بوجودك معنا وشرفتينا وشرفت السلطنة. الله يرضى عليك. الله، أنا أسعد. وأيضا نرحب بالأستاذة لطيفة الفودري المدربة الدولية المعتمدة من دولة الكويت. مساك الله بالخير أستاذ. حياك الله. يا مرحبا فيكم، سعيدين جدا بوجودكم معنا حول موضوع تمكين المرأة، خاصة مع قرب الاحتفال بيوم المرأة العمانية في 17 من أكتوبر الجاري واهتمام السلطنة في مجال تمكين المرأة بشكل مستمر وبشكل دائم. أبدأ معك دكتورة ونتكلم في البداية عن أهمية هذا الاهتمام.
هل هذا الاهتمام ينصب بشكل كبير في مسيرة النجاح المرأة، أن نهتم بهذا القدر بتمكين المرأة في مختلف المجالات ومختلف الجوانب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. ونعم، كل الجهود التي تنصب من أجل تمكين المرأة لابد أن نتائجها تثمر من أجل صالح المجتمع. تمكينها زي ما تفضلت في كل المجالات، لذلك أنا أرى أنه من الوجهة الصحية، وهو يعني تخصصي والفقرة التي قدمتها في تمكين المرأة في المجال الصحي، نقطة مهمة في مسيرة الصحة في المجتمع أيا كان هذا المجتمع. حتى وإن كان متطور صحيا، المرأة تظل بحاجة إلى التمكين الصحي من ناحيتين: من الناحية التي تفيدها في صحتها العامة وصحة من هم حولها، وفي تمكينها كعامل في القطاعات الصحية كطبيبة أو ممرضة أو فنية أو إدارية في المجال الطبي أو الصحي. نعم، كل الدول الآن تتجه نحو تمكين المرأة، والمفهوم التمكين هو لجعلها قادرة على العطاء، وعلى عطاء أكثر مما هو متوقع منها. لأنه حقيقة دائما أنا أصر على أن المرأة إلى الآن لم تعطي المجتمع كافي القدرات التي عندها. عندما تتاح هذه الفرص ستعطي بالتأكيد العطاء الأجزل. طيب سيدة لطيفة، قد يتسأل عن المشاهد، يعني هل نحن نسعى إلى تمكين المرأة لأن المرأة غير ممكنة أصلا؟ الحقيقة ثم وش تعريف التمكين أصلا؟ تمكين المرأة وش نقصد أيضا بعد؟ الحقيقة هو مفهوم التمكين بحد ذاته هو يعني أنك تجعل المرأة قادرة على أن هي تقوم بكافة مهامها الحياتية، وتكون قادرة على أن هي تعطي بشكل أفضل. طيب. تكون أن نمكنها من ناحية اجتماعية على سبيل المثال أن تدير حياتها الأسرية والزواجية بشكل أفضل، أن نمكنها من ناحية اقتصادية أي أن نجعلها قادرة على أن تكون سيدة أعمال ناجحة، وبالتالي تقوم مع يعني أخوها الرجل بنهضة وتنمية المجتمع. هذا بحد ذاته يعني مفهوم مبسط عن موضوع التمكين. نعم. هل المرأة غير ممكنة أصلاً؟ هي الواقع، يعني عندما نتكلم عن الواقع الآن، هي باتت الآن ممكنة، إنما في السابق الحقيقة بسبب بعض ضغوطات الحياة وبسبب طبيعة المجتمع المغلق يعني كانت لم يعني تمكن بشكل كافي، وإلا ما كان يعني صاحب الجلالة نادى بضرورة تمكين المرأة وجعلها يعني مساوية لأخوها الرجل في هذا المجال. أنا الحقيقة غدا بإذن الله عندما أطرح يعني مادة العلمية راح أطرح كذلك حول تمكين المرأة اقتصادياً. نعم، تمكين المرأة اقتصادياً، لكن بداية راح أطرح لهم كذلك تحليلي ويعني نظرتي إلى رؤية صاحب الجلالة لضرورة تمكين المرأة، لماذا هو نادى بهذا الشيء. نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لليوم الأول من خلال تواصلك تفاعلك أيضا مع الحاضرات، كيف وجدتي موضوع قدرة المرأة ومستوى وعيها في موضوع تمكينها صحيا، إلمامها بالمعلومات الصحية؟ نعم، الحقيقة يعني رعني شغلة يعني جدا سعدت بها، أنه المرأة العمانية طموحة ومتواضعة، وحقيقة هذه صفتين مهمتين جدا ليس فقط للتمكين، إنما لأداء وظيفي حياتي سواء على المستوى أو الصعيد الأسري أو الاجتماعي. المرأة العمانية كانت الشريحة اللي التقيت فيها الحقيقة مستمعة جيدة، ملمة بالكثير من المعلومات، لكن عندها شغف لمعرفة المزيد. موضوع التمكين بحد ذاته يطرح فكرة أنه أنا أبحث عن المزيد لأحسن نفسي للأداء. حضرتك تفضلت بأنه لماذا نمكنها؟ هل هي لم تمكن؟ هذا السؤال لا يسأل فقط على الصعيد العالم العربي، إنما العالم كله أجمع يسأل هذا السؤال: المرأة هل فعلا غير ممكنة؟ ونحن يعني بالضبط يعني جعلها أكثر قدرة وكفاءة، هذا سؤال عالمي. والتقصير لو جاء لا يأتي من منطقة محددة أو منطقة معينة. فشعرت بأن المرأة العمانية مستقبل جيد
بل مستقبل حقيقة رائع، لأنه الطموحات التي تشعر بها من خلال السؤال تشعر أنها امرأة تريد أن تعطي المجتمع بداية من خلال نفسها، من خلال أسرتها الصغيرة، أسرتها الكبيرة، ثم تنطلق إلى مجتمعها. طيب أستاذة، يعني المرأة بحكم طبيعتها الخاصة فيها، هل نحتاج إلى تمكينها اقتصاديا أم نحتاج إلى أن تكون أكثر وعيا لحتى تعين الرجل في موضوع التنمية الاقتصادية؟ يعني المرأة قد يقول واحد الآن هي يعني من الأفضل أن تكون ربة بيت، من الأفضل أن تدير أسرتها وشؤونها الأسرية في البيت، ثم تعين الرجل في موضوع التمكين الاقتصادي. الحقيقة موضوع تمكين المرأة اقتصاديا هو يعني ما ترك خيار بيد الإنسان. تمكين المرأة اقتصاديا هذا يعني يدخل فيه كثير من الجانب الشرعي، يعني الشرع أعطى المرأة حرية التصرف في الجوانب الاقتصادية والمالية في حياتها، يعني بدون ما يترك الخيار للإنسان في ذلك. نعم. طيب. والعفو، في نقطة محددة، يعني عندما يعني جعل الشرع الحق للمرأة بأن تتزوج بسن صغير، فهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني على دراية كافية بطبيعة الأنثى، أن هي تقدر تمسك زمام أمور كثيرة في حياتها، ومن ضمنها الأمور المالية. نعم. حتى في بعض آراء الفقهاء بأن المرأة تقدر أن هي تستلم نصيبها من الإرث وتتصرف فيه بعمر أصغر من عمر الرجل، فهذا أكبر دليل على أن هي فعلا قادرة. لها قادرة ولها الحق في ذلك أيضا. فما في مجال في كثير من نماذج اليوم يعني معنا موجودة في السلطنة لسه ممكن اقتصاديا، وأنشأنا يعني مشروعات اليوم يشار لها بالبنان، حتى مجموعة من المشاريع الاقتصادية يعني حققت العالمية وهي أفكار صغيرة بدأت. بالضبط بالضبط. أنا الحقيقة شاهدت مقابلة في CNN لأحد الأخوات أن هي ابتدت يعني موضوع أو مشروع صغير من العطور والبخور، صناعة منزلية. نعم. والآن هي ما شاء الله تمتلك 5 معارض في أكبر الفنادق عندكم في عمان. بالضبط. فباتت واحدة من يعني أكفأ سيدات الأعمال في مجالها. بالنسبة للتمكين صحيا دكتورة، وش نقصد بموضوع التمكين الصحي للمرأة؟ نعم، هو التمكين الصحي للمرأة المقصود في بالدرجة الأولى العمل في القطاع الصحي، لكن إحنا اليوم طرحنا للكثير من الأخوات أنه العقل السليم في الجسم السليم. أنا ما ممكن مثلا على سبيل المثال أكون طبيبة جيدة في عملي إذا أنا لا أعتني بصحتي، لا أستطيع أن أكون معلمة جيدة في مدرستي إن لم أكن أعلم فعلا ما هي الأمراض اللي موجودة في مجتمعي، إن لم تكن في بيتي كيف أحتوي العائلة صحيا، يعني أخذ في عين الاعتبار كثير من الأمور الصحية العالمية أطلع عليها. فتمكين المرأة في عمل القطاع الصحي وفي المؤسسات أو المنشآت الصحية تعتمد بالدرجة الأولى على مفهومها للصحة والعافية. وكنت سألت الأخوات إنه هل هو مفهوم الصحة والعافية واحد، يعني نفهم الصحة كما نفهم العافية، وما دور تعزيز الصحة في المجتمعات العربية والمجتمعات الخليجية تحديدا وفي عمان بالدرجة الأولى؟ هذا كله المنظور العام. نعم. لتمكين المرأة في الجسم. طيب هل المرأة العمانية لديها تلك النسبة الجيدة من الوعي الصحي حتى تكون أيضا معون حقيقي لتوعية المجتمع في قضايا الصحية في الأمراض الصحية؟ اليوم يعني معنا نسبة كثيرة من انتشار بعض الأمراض. نعم. بعض. نعم. السرطانات مثلا، سرطان الثدي لا قدر الله. صحيح. نسبة كبيرة يعني. صحيح. فهل المرأة العاملة في القطاع الصحي تحمل هذا الوعي حتى توعي المجتمع القريب منها؟ لذلك تأتي هذه البرامج. يعني ليس هناك مثلا إحصائية لنقول أنه 70% من النساء واعيات أو 70% غير واعيات مثلا على سبيل المثال. تأتي هذه البرامج التمكين، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه البرامج، لأن أنت تنظر إلى الأجيال، يعني هذه المرأة قد يعني من خلال هذه البرامج لمدة 10 سنوات تهيئ امرأة متمكنة وقادرة على أن تقوم بالمهام. نعم، كثير من النساء الحقيقة واعيات للمشاكل الصحية، وكنت طرحت كثير من الأسئلة، ما هي الأمراض اللي منتشرة في عمان، كم نسب مثلا أبناء التوحد، هل الأمراض الوراثية الموجودة كالأنيميا المنجلية أو الثلاسيميا اللي موجودة هنا
بسبب الصحة الإنجابية معروفة لديكم. نعم في وعي جميل. نعم بعد مرحلة الوعي هل هناك أيضا تثقيف؟ يعني هل يقومون بدورهم في موضوع التثقيف في المجتمع؟ يعني نحن نعرف أن المجتمع مثلا المجتمعات الخليجية بشكل عام يعني نسبة التعليم إليها يعني ما بذلك المستوى المرتفع والعالي، هناك نسبة كبيرة أيضا من غير المتعلمين والمتعلمات. نعم. فكيف تقوم المرأة المتعلمة بدورها في تثقيف المرأة غير المتعلمة؟ بالضبط. وأيضا أؤكد على أنه هذه البرامج أيضا لما تمتد وتتطور وتأخذ مجالات أخرى يأتي دور التثقيف التوعية والتثقيف الصحي، أمر في غاية الأهمية. وكنت أصريت اليوم أنا في حديثي على أنه دائما الصحة الوقائية لا تأخذ حقها في الدول العربية، الحق اللي موجود في الدول الأوروبية. الدول العربية تصرف الملايين الملايين على العلاج، لكنك لما تأتي إلى مقولة الوقاية خير من العلاج نأتي إلى الصحة العامة أو الصحة الوقائية نجد أنه إحنا لا نبذل الكثير منها. التوعية الصحية، التثقيف الصحي، الإرشاد الصحي يجب أن يبدأ من الصغر. وهذه البرامج اللي أنا أعدها في مركز معارف الصحة للإستشارات الصحية تدريب وبحوث، أنه نعد الصغار منذ نعومة أظافرهم إلى شيء اسمه توعية المجتمع وتثقيف المجتمع، ومخرجات التثقيف الصحي تبدأ من الصغر، والمرأة طبعا يعني يعول عليها في كثير. مثل هذه البرامج اللي تأخذ دور حقيقي في التفاعل والتواصل مع المجتمع. طيب أستاذ لطيفة، يعني في ظل الفرص المتاحة الآن للمرأة العمانية وفي كل هذا الدعم المتاح من جلالة السلطان المعظم ومن مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم المرأة العمانية، كيف تستطيع المرأة العمانية الآن أن تتميز، أن تقدم الخدمة التي قدمت لها، أن ترد هذا الجميل للوطن من خلال تمكينها اقتصاديا؟ الحقيقة أخوي في كثير من الأخوات فعلا طرحوا علي هذا السؤال اليوم، يعني استعدادا لبرنامج الغد بإذن الله. راح نقدم لهم بإذن الله للأخت العمانية آلية معينة. بالنسبة للمجال الاقتصادي احنا نتكلم في هذا المجال، كثير من الأخوات الحقيقة يصابون بالإحباط لأنهم يبتدون مشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة وفي أول سنة تفشل هذه المشاريع. الآن لماذا تفشل هذه المشاريع؟ لأنهم لم يقوموا بدراسة كافية لحاجة السوق فعليا من هذه المشاريع. غدا بإذن الله يعني أتمنى بأن أكون معين لهم في أني أقدم لهم ثقافة كاملة وتدريب كامل حول كيفية القيام بدراسة سوقية معينة لأي فكرة مشروع عندها، وبالتالي كيف تضع خطة لهذا المشروع. نأمل بذلك أن هي فعلا تكون قادرة على أن هي ترد جزء يعني مما بذل في سبيل تثقيفها في هذا المجال. لا، وأيضا كيف تتجاوز المرأة موضوع الاستثمار في المشروعات الاقتصادية البسيطة إلى الاستثمار في مشروعات جديدة مبتكرة مبدعة، يعني أن تجاوز موضوع التكرار في المشروعات. بالضبط. نعم، وهذا بالضبط ما راح يعني أنوه علي بكرة، أن هي كيف تقدر أن هي تبحث في سوق العمل عن ثغرات معينة موجودة في السوق تقدر من خلالها أن هي تكون لها مشروع جديد، أو أن هي تقدر تطور من منتجات معينة موجودة بالسوق إلى أشياء غير موجودة، تدرس حاجة المستهلكين ماذا يحتاجون، تدرس المواقع الجغرافية اللي هي موجودة فيها، يعني مميزات المشروع هذا اللي راح تقوم فيه، هل هو راح يكون على المدى القريب والمتوسط والبعيد، هل راح يكون مشروع راكد أي راح يوقف إلى حد معين، أم راح يتطور، أم راح يقفز قفزات كبيرة مستقبلية. أستاذ لطيف، يعني اليوم في السلطنة من أكثر المشروعات اللي معروفة عن السلطنة موضوع الصناعات الحرفية، هناك أيضا هيئة لموضوع الصناعات الحرفية، هناك أيضا يعني قفزة اقتصادية كبيرة في موضوع الاستثمار السياحي، فكيف راح تعملي من خلال ورقة العمل راح تقدميها بكرة والجوانب التدريبية إلى التركيز على هذا الجانب، مشروعات الصناعات الحرفية واستثمارها في القطاع السياحي في السلطنة مثلا؟ بالضبط، احنا راح نقدم للأخوات كيف يستفيدون من هذه المشاريع، كيف يقدرون أنهم يتقدمون بطلبات إلى الجهات المعنية بأن يتم تبني مشاريعهم هذه في لدي يعني جهات معينة خصوصا في الفنادق، في المولات، في الأمور مثل هذه، كيف نقدر أن احنا نجد آلية مشتركة أو أرض تعاون مشتركة بين كل من الجهات الحكومية والجهات العمل الخاصة لدى المرأة. أنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا الملتقى، وأتمنى لجميع الحاضرات من النساء العمانيات أن يستفيد من الاستفادة الطيبة والمثلى. أشكرك على وجودك معنا، شكرا لك الدكتورة ناهدة الزهير المديرة العامة لمركز معارف الصحة للاستشارات الصحية والتدريب بالمملكة العربية السعودية، شكرا لك يا دكتورة. شكرا. وأيضا شكرا لك الأستاذة لطيفة الفودري المدربة الدولية المعتمدة من دولة الكويت، شكرا لك. شكرا لك على الاستضافة. إذا متواصلين معكم مشاهدينا وبقية التفاصيل والمحطات في برنامجكم من عمان، فاصل قصير مع التقرير أيضا مشاهدينا، بعد ذلك راجعين لكم مع الأيام الثقافية العمانية في مملكة أسبانيا وتفاصيل أكثر عن هذه الأيام الثقافية في برنامجكم من عمان.
في تبادل الثقافات والخبرات مع الأجيال والمثقفين والفنانين. يتواصل بالمركز العماني الفرنسي عرض لوحات الخط العربي للفنان التشكيلي صالح الشكيري، والذي يأتي ضمن أنشطة ثقافية تقيمها السفارة الفرنسية بشكل شهري. وتتسم أعمال الفنان صالح بكونها تصنف ضمن الخط العربي الكلاسيكي، لأنه يميل في عمله إلى الحفاظ على الطابع الأصلي للحروف ونوع الخط، حيث تعد اللوحات التشكيلية تحدي فني ممتع يمارسه الفنان. فعملية بناء اللوحة على المساحة البيضاء يمر بعدة مراحل، فقد يبدأ العمل عفويا لكنه سرعان ما يتحول إلى خلق مناخ خاص يتجسد في إخراج الصورة بشكل مبدع الذي يصل إلى المتلقي لهذه اللوحة. ويعد صالح الشكيري عضو بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية ومرسم الشباب، وهو عضو بعدة مؤسسات عالمية، منها مؤسسة الفنون العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية وجمعية الفنون البصرية بالنمسا، بالإضافة إلى تمثيله للسلطنة في عدة محافل دولية. وتولى مؤخرا منصب رئيس لجنة التحكيم في مسابقة الدولفيك بكوريا الجنوبية، وهو حاصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية والشهادات التقديرية. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم من خلال المحطات والمتابعات في برنامجكم من عمان، وتواصلنا القادم من اسبانيا وبالتحديد للحديث عن الايام الثقافيه العمانيه باسبانيا اللي راح تنطلق ان شاء الله يوم السابع من الشهر الجاري وحتى الثاني عشر، مع مجموعه من الفعاليات الثقافيه لتعرف بالسلطنه تاريخا وثقافه وفنا وحضاره ومختلف الجوانب الثقافيه. لمعرفة التفاصيل أكثر عن هذه الأيام الثقافية والاستعداد قبل انطلاقها، يتواصل معنا مباشرة من هناك سعادة هلال بن مرهون المعمري سفير السلطنة لدى مملكة أسبانيا. مساك الله بالخير سعادتك، وسعيدين جدا بتواصلك معنا. مساكم الله بالنور، ومرحبا الأخ راشد. الله يسلمك سعادتك، ويعني نبارك لهذه التعاونات الطيبة والجميلة مع أسبانيا لهذه الأيام الثقافية العمانية. سعادتك، حابين في البداية نتعرف على آخر الاستعدادات، كيف أيضا يترقب المجتمع هناك في أسبانيا انطلاق أيام ثقافية عمانية للتعريف بالسلطنة ومفرداتها الثقافية المختلفة؟ شكرا. بالنسبة للاستعدادات كانت استعدادات مبكرة تقريبا أكثر من 4 أشهر، كان هناك استعدادات واتصالات بين السفارة والجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وكذلك تم عقد لقاءات بالتعاون مع البيت العربي لإعداد برنامج متكامل عن فعاليات الأيام الثقافية العمانية في مملكة أسبانيا. وتشمل هذه الفعاليات كل من مدريد وقرطبة وغرناطة. وطبعا أول فعاليات راح تبدأ في مدريد، وبإذن الله سيتم الافتتاح غدا مساء بإذن الله. سيفتتح الفعالية معالي وزير الدولة الخارجية الأسبانية يوم 7 أكتوبر بإذن الله على الساعة 6:00 بتوقيت مدريد. نعم. طيب سعادتك، يعني نحن نعرف أن السلطنة غنية بمفرداتها الثقافية المختلفة، في الوقت الذي ربما يتطلع الكثير من الأسبانيين للتعريف بالسلطنة والتعرف عن السلطنة عن قرب، كيف حرصتم على انتقاء هذه الفعاليات الثقافية وانتقاء هذه الموضوعات الثقافية من خلال مدة قصيرة حتى تعرف بالسلطنة التعريف الأمثل؟ هو في الحقيقة هناك عوامل مشتركة بين مملكة أسبانيا وسلطنة عمان عبر قرون من الزمن،
يعني في ظل التواجد العربي كان للعمانيين دور رائد أيضا في تلك الفترة، ومن ثم أيضا في الفترة ما بعد العهد العربي في مملكة أسبانيا كان أيضا تواصل بين العمانيين وشبه القارة الإيبيرية. لا. وتشمل في تلك الفترة كانت مملكة أسبانيا والبرتغال، حيث تشير بعض الدلائل الموثقة على أن هناك اتصالات بين العمانيين والأسبان خلال القرن الخامس عشر. مما لا شك فيه أن الكثير من الأسبان يتطلعون إلى معرفة الكثير عن تلك الفترة، وهذه حتكون فرصة لهم مواتية لمعرفة المزيد عن الثقافة العمانية، وخاصة في ظل تواجد نخبة من الأدباء والكتاب العمانيين وكذلك نخبة من الكتاب والأدباء الأسبان. وما لا شك فيه أنه سيكون في إثراء للنقاش وبعمق في مجالات مختلفة في القطاع الثقافي والإرث الحضاري. نعم. المشترك بين مملكة أسبانيا وسلطنة عمان. نعم. طيب سعادتك، كيف تتطلعون من خلال هذه الأيام الثقافية إلى وجود مجموعة من الاتفاقيات الثقافية للتعاون الثقافي بين البلدين، وجود مثلا تبادل للمكتبات، تبادل للكتب، تبادل للمخطوطات، وهذا التبادل الثقافي والحضاري من خلال هذه الأيام الثقافية؟ هذا صحيح، ونحن يعني سعينا لهذا من فترة طويلة في الحقيقة، من أكثر من سنتين، والحمد لله. نعم. الأمور ماشية على ما يرام، ونأمل إن شاء الله بإذن الله خلال الأسابيع القادمة أن توقع اتفاقيات في هذا المجال تشمل الجانب الثقافي وبالأخص الجانب المخطوطات والوثائق إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله بإذن الله. نعم. طيب سعادتك، يعني مع انطلاق الفعاليات يوم الغد إن شاء الله، كيف مدى الترويج لهذه الفعاليات، وكيف يترقب المجتمع في أسبانيا هناك هذه الفعاليات الثقافية العمانية؟ وفي الحقيقة كان لنا احنا يوم 3 أكتوبر كان في لقاء في المركز العالمي. نعم. للصحفيين في مملكة أسبانيا، وكان اجتماع للتعريف بالأيام الثقافية العمانية، وحضر العديد من الصحفيين والمختصين في الجانب الثقافي. نعم. لإعطاء مزيد من التفاصيل عن برنامج الأيام الثقافية العمانية، وهناك الكثير من الناس خاصة العاملين في قطاع في الجامعات أو في الوسط الثقافي يتطلعون ويترقبون إلى هذا اللقاء. نعم. سعادتك، نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله مع انطلاق هذه الأيام الثقافية العمانية، وإن شاء الله تكلل بالنجاح للتعريف بالسلطنة ومختلف مفرداتها الثقافية. شكرا لك سعادة هلال بن مرهون المعمري، سفير السلطنة لدى مملكة أسبانيا. شكرا لك سعادتك. شكرا لكم. شكرا. إذا متواصلين معكم مشاهدين وبقية التفاصيل والمحطات في برنامجكم من عمان، فاصل قصير وراجعي لكم للحديث أكثر حول تفاصيل الملتقى العربي لطلبة علوم الأرض. حياكم مشاهدينا من جديد مع آخر المحطات والمتابعات في برنامجكم من عمان، وهذه المرة للحديث عن ملتقى طلابي في أحضان جامعة السلطان قابوس، وبالتحديد للحديث عن علوم الأرض، يعني ملتقى يختص بالجوانب العلمية. من الجميل إثراء مثل هذه الملتقيات
لمعارف واهتمامات الطلاب. أما التفاصيل هذا الملتقى اللي انطلق اليوم بمشاركة أيضا عربية من خلال وجود محمد بن سلام الوائلي رئيس الفريق الإعلامي بالملتقى. مساء الخير محمد وسعيد جدا بوجودك معنا. الله يسلمك محمد. يعني نحن نعرف أن في يعني كليات في الجامعة وتخصصات متعلقة بهذه الجوانب، جوانب علوم الأرض والاهتمامات في الجوانب العلمية، لكن مثل هذه الملتقيات كيف تثريكم أنتم معرفيا أكثر؟ كيف تعرفكم بالخبرات العربية في هذا المجال والعالمية أيضا؟ والله تواجد هذه الخبرات في السلطنة، وجود هذا الكم الهائل من الخبرات من خلال الطلبة الموجودين، الكوادر العلمية مثل من الدكاترة، البحوث العلمية اللي جاءت للسلطنة للمشاركة في هذا الملتقى، هذا بحد ذاته إثراء للملتقى، إثراء للعلوم، للكم الهائل للعلوم اللي راح تناقش، الكم الهائل للعلم، المادة العلمية بحد ذاتها اللي راح تناقش في الملتقى. طيب وش تركزوا في هذا الملتقى من الأوراق العلمية؟ ماذا ستركزون على موضوعات علوم؟ والله كملتقى هو عبارة عن مسابقتين علميتين. في عندنا المسابقة الأولى المستكشف في علوم الأرض، هذا يهدف إلى ربط علم الأرض أو علوم الأرض بالعلوم الأخرى، ومن خلال ابتكارات تحفيز طلاب على ربط هذا العلم مع العلوم الأخرى، فرض هذه الابتكارات تطويرها. المسابقة الثانية هي المستكشف في أعماق علوم الأرض أو في أعماق علوم الأرض النفطية تحديدا. هذه راح يكون فيها نقاش تحديدا في المجال النفطي لعلوم الأرض. طبعا كدولة في عمان طبعا نهتم في هذا الجانب كثير، في عندنا صناعة النفط في عمان هنا، طبعا مهتمة كثير في الجانب النفطي. فحلو الجميل في هذا الملتقى ايضا انه مركزين على هذا الجانب. جميل. طيب كيف راح تكون مشاركتكم انتم كطلاب في هذا الملتقى؟ هل تقدموا اوراق علميه؟ هل تشاركوا في البحث والدراسه ام فقط مجرد الحضور والاستماع لهذه كطلبه؟ في طلبه مشاركين باوراقهم العلميه ببحوثهم، بحوث علميه محكمه دقيقه. ايوه طبعا هذه المسابقتين راح يشارك فيها طلبه من جامعه سلطان قابوس، من الجامعه الالمانيه في عمان هنا، يعني طلاب عمانيون، بالاضافه الى الجامعات المشاركه. طبعا معانا احنا 10 دول مشاركه في هذا الملتقى و11 جامعه من الوطن العربي. فراح في من خلال هذه المسابقه راح يكون في تحكيم دقيق طبعا لهذه البحوث وهذه طبعا المشاريع المقدمه في هذا الملتقى. طيب كيف يسهم هذا الملتقى في انكم تكونوا ايضا اكثر قربا من سوق العمل، اكثر قربا من هذا التخصص كمجال عمل في المستقبل؟ والله هو الملتقى جاء فكرته تزامنا مع الانتشار الواسع والطلب في سوق العمل لهذا التخصص. تخصص السلطنه في طلب؟ اكيد بالتاكيد بالتاكيد. طبعا احنا كدوله نفطيه، كدوله تزخر بالمعالم الجيولوجيه، محتاج لهذا التخصص في سوق العمل. فجاءت فكرة الملتقى تزامنا مع هذا الانتشار والطلب الكثير على هذا التخصص في مجال علوم الأرض. طيب كيف أيضا يسهم هذا الملتقى في التعريف بالسلطنة في هذه الجوانب، جوانب علوم الأرض، ويجعل فرصة للآخرين المستثمرين حتى في الراغبين أن يشكل هذا الملتقى فرصة لهم للتعريف بالسلطنة؟ والله بالضبط، هو الفكرة أن إحنا من خلال هذا الملتقى جذبنا أعين يعني أعين الشركات، اهتمينا بأنه تكون للشركات طبعا حيز من هذا الملتقى. وطبعا نشكر حتى الشركات الداعمة في الملتقى، مثل شركة تنمية نفط عمان كان لها دور كبير في إقامة هذا الملتقى. طبعا هذا جانب من هذه اللقطات، من الحفل الافتتاح كان مميز بشكل بسيط لكنه كان مميز كثير صراحة، من خلال عرض أوبرالي طبعا كان أوبريت منسق طبعا علوم الأرض. أيضا نذكر في الملتقى، طبعا الملتقى هو علمي بجانب كبير لكن ما يخلو من الجانب الترفيهي كذلك للزوار. يعني خلينا نركز على الجانب العلمي بشكل أكبر، يعني كيف راح تقدموا أو تستفيدوا استفادة مثلى من خلال هذا الملتقى؟ مجموعة من الأيام فقط، 3 أيام أتوقع للملتقى، لكن يعني كيف راح يثريكم معرفيا في موضوع علوم الأرض، يعني علم واسع، علم علوم الأرض؟ أكيد علم واسع طبعا من خلال الأوراق. طبعا إحنا لما نقول مسابقة، في المسابقة مثلا المستكشف في علوم الأرض في أوراق علمية نشرت في معرض مصاحب، من خلال هذا المعرض المصاحب عرضت هذه البحوث مع الأشخاص اللي قدموا هذه البحوث. ممكن أي زائر مهتم في مجال علوم الأرض يحب يتعرف على هذه المشاريع المقدمة ممكن يزور المعرض، يشوف إيش اللي توصل إليه هذه المجموعة من الطلبة. طبعا هي بحوث ومشاريع على مستوى كبير.
وتعب عليها في بحوث استغرقت أكثر من سنة للخروج بالنتائج. طبعا في علم مثلا اللي هو الهيدرولوجي اللي هو العلم مياه في المجال البيئة، طبعا الجيولوجيا علم كبير يضمن أيضا المجالات البيئية في المجالات النفطية، كذلك في مجال صناعات مثلا التعدين، كذلك في صناعات الإسمنتية. في أنا أذكر في أحد المشاريع طبعا ما وأيضا من خلال الملتقى في ورش علمية طبعا المشاركين راح يستفيدوا منها. طيب هذه البحوث اللي تقدموها هل يستفاد منها من خلال الشركات، من خلال الأعمال الموجودة في السلطنة، المنشآت الحكومية مثلا؟ هو ما لا يمنع أنه يكون في استفادة، لأنه هذه المشاريع ممكن هي فيها جانب اقتصادي ممكن ينفذ، لو هي دقيقة وعلمية يعني دقيقة وعلمية أصلا صار فيها مثل التجربة، فما يمنع أنه يكون نستفيد منها أصلا كحكومة كشركات ممكن الاستفادة منها. لا. هل تأخذوا جانب ميداني كثير من خلال دراستكم لموضوع علوم الأرض؟ يعني تذهبوا إلى زيارات مثلاً حقول النفط، تعرف على مكنونات الأرض وعالم الأرض؟ أكيد في شق عمل كبير مركز عليه هذا الجانب علوم الأرض، في شق كبير في مواد كثيرة تعتمد على العمل الميداني، المشاهدة، العملية طبعاً فيه. جميل. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله من خلال هذا الملتقى وليحقق الفائدة المرجوة الفعلية. نشكرك على وجودك معنا رئيس الفريق الإعلامي بالملتقى العربي لطلبة علوم الأرض محمد بن سلام الوايدي. شكرا لك يا محمد. إذن مشاهدينا نحن بهذا التقرير وبهذا اللقاء مع الحديث عن موضوع الملتقى العربي لطلبة علوم الأرض نكون قد وصلنا معكم إلى ختام محطات برنامجكم من عمان لحلقة اليوم. نتمنى إن شاء الله نكون وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم عبر هذا التنوع اللي دائما حريصين عليه في البرنامج. يوم الغد إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء مع مجموعة من المتابعات والموضوعات الجديدة. بإمكانكم أيضا أنكم تتواصلوا معنا عبر الصفحات التفاعلية الخاصة بالبرنامج لفعالياتكم لأنشطتكم المختلفة، والأشخاص اللي تفوتوا متابعة البرنامج بإمكانكم أنكم تتابعوا بشكل مستمر على صفحة القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب. يوم الغد إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم من عمان. إلى الملتقى.